اليوم سيف ويانا احمد وليد. وين رايحين؟ طويل. لا ها من يعني وين وين ايش قلت؟ وات طوط. وعاليا رايحين للمتنبي. شو نسوي؟ بارك ساعه في ثرج ساعه ما كل شيء يشتغل. يلا بارد. يلا وقرب على الناجي. اسف. هيا بجاس. احمد حاليا على وزارة الصحة وهاي مدينة الطب. ليش وزارة الصحة؟ يا مرحبا. هلا سيف بس حلوب مرتبين الشارع. الله زين. اتمنى لكم من الاخير. اتمنى يعني لان الصراحه والتصاريح والمصرحه باعوا. خلينا نشوف مال العربي وينها قبل ما نروح للاخير الذي يمنع بالوداع صايره. بما ان اليوم يعني مو جمعه فالازدحام ماكو. وسيف جاي يطلع على تراب بغداد فجبته الى شارع عشر. احنا صار تراب والله. شوف الوان. شوف دا شوف حاطين السياج هذا من هيك تراب جاي يشتغلون بها. بس يعني لا بس ان بعض الشر يا اهون. بس رايح للمكتبه القانونيه نجيب كتب. وهاي كتب توصى يعني جماعه العربي. نركب بسرعه هاي شيني. ها خلصنا. وحاليا هاي مقهى الشابندر. وحاليا رايحين نحن للتمثال المتنبي ناخذ صور ونرجع على احمد. واحد يقول ليش يقعد احمد 24 ساعه؟ والله تعال بروما بروما. هاي والله طالع لنا شغل عمال احنا اليوم. حاليا احمد ياخذ صور السيف وسيف ياخذ صور لاحمد. واحمد بابا تعال خلينا ناخذ صوره مال الفلوس. مثل ما تشوفون حاليا شو يسمونه القشله مسدوده لان ما تفتح بس للجمعه. والمركز الثقافي هماتين مسدود كله مسدده. شلون قاص؟ بس احنا متريقين. بس احمد ما متريق. بالعافيه احمد. بالعافيه بالعافيه احمد. حاليا وصلنا الكاظمية. صار ساعة بالتفتيش. شافوا سيف وجه منظمة قالوا طبقوا على التفتيش وكيناي. صار ساعة شلبي شمشم بيك. حاليا طبقنا سوق البالا. وهذا احمد الدعوة قابل للأمة العربية كلها ساعة كل شيء ما يبين. في كاظمية 24 ساعة مزدحم. شوفها كملنا راح اروح للبيت. اوكي اخذت وصوص. ما توصوص هاي الا وصواصه وحده.
واحد ينزل بس سيف 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 نزل نزل لان عبي بنزين نزل واحد لازم البوزر واحد فاتح الشنطه ما ادري ايش يسوي ادري ايش فيه اقدر نقول تكمله الفلوق مال البارحه جو هاري سارده رايحين على احمد وليد لا بس شوف انا النوم بيحنا استشفر هذا انا هنا احمد راح يبدل ملابس يلا احمد والله هسه ما ناس تفتح لي بدك تحني والله اليوم اليوم اذا ماشي لك لا لا نلعب بعد نلعب ليش طفيته؟ ليش طفيته؟ ليش طفيته؟ خسران؟ الاثبات اللي عندي اني طفيت البلاي السلام عليكم اليوم الثالث طبعا قاعد انتظر محمد قاسم ما اعرف وين صار ساعه قال لي جاي فين دقيقتين وين يمك صار ساعه من قال دقيقتين يعني هاي وراف يعني كل العراقيين من يقول لك خمس دقائق يعني ساعه هذا المله مالنا يعني جاي ينصحنا بعدم التدخين والهاي هو جاي فاني ايش اسمها نرجيله الالكترونيه انا جاي والله بايقة ما اعرف البلاي ولا بلاي عرفها ما منو خلي يسوي له تاكله شلون فضيحة راح يقول يا زعلني انا احمد البارح سحبت اليوم انت والله العظيم ما صور ما توصل ولا عمي اصور يسحني يسحل اصور لان الفلوج ما وصل صار ثلاث ايام ما وصل 10 دقائق لح لح هذا الجيم الاول بعد يسحل مو حبيبي انتظروا ريال وباريس طبعا الجيم الاول خسرت هنا أنا النتيجه 5-4 هسه 6 كل ان شاء الله ونلعب شوط اضافيه حبيبي تسعه اوه الو وايد وايد يا انت تارجل انت ما تارجل جوستيك وما يهدف محمد قاسم بعد خسارة يلا ماشي ينكل يلا يا عمي والله عمي متحسن متحسن كيف تلعب احمد معلمك مو بالله روح الشارع 30 مرتين فبعد الخسارة الزينة خسرت محمد قاسم وهو هم خسرني فحاليا جينا لعلي باريس صراحة كانت اماننا ناكل فلافل بس بعدين تناقشنا وهسه حاليا احنا بعلي باريس هذا علي باريس شوفون هذا البرج مال باريس صار بنفسجي هسه احنا راح ننزل نتعشيهم ونطلع نروح للبيت هسه عاد لقينا مكان نقعد بوه جابونا المقبلات وهاي السؤال وهاي هاي لك هاي لي هاي هنا هسه ننتظر الدجاج التمن الاحمر اصبر وهذا الطبق الزين محمد قاسم قول ما عزمك قول يلا تستاهل والله تستاهل ابو ها راضي عليه همشي رضاك اني بعد النسف راح نشرب لنا شاي استاذ انا بالخمسة من علي باريس نختم فلوقنا الى هنا وتنتهي عشرتكم المو حلوه لا تنسوا تشتركونا بالقناه وتشقونا بلايك وتفعلون الجرس وترقبوا كل جديد وشاي زين بهالبرد الله عمر قاسم انت زين ابن زين السلام عليكم خوينا العامريه